نروح للنشاط. النشاط كملنا به الدرس الأول إذا أخذناهن، نعم حطيناهن بالملزمة، وعدنا الدرس الثاني. الدرس الثاني هنا عدنا قطعة، هاي القطعة مطلوبة من عندكم ترجمة؟ لا، ما راح يطوكم ياها ترجمة. ليش؟ لأن هاي القطعة هي تمهيد. المن تمهيد؟ تمهيد لأدوات الربط. طيب أستاذ دقيقة، ها يعني هذا الفصل اليونت لسن 2، نعم هذن الأصوات مطلوبة من عندنا؟ ما مطلوبة من عندكم الأصوات، ولا راح يجيبوا لكم إياها بالامتحان. مثل ما قلتكم هي تمهيد لأدوات الربط. فاليوم إحنا راح ناخذ أدوات الربط ونتأخر بيها وايد. ليش ما تكبر الشاشة؟ آسف. نجي إلى أدوات الربط، وأول أداة من أدوات الربط اللي عندنا، ها الدرس الثاني لازم نكتب عليه حتى الطلاب ما تخربط. الدرس الثاني أدوات الربط، يلا نبلش بأداة الربط اللي هي البوث وأنت. يجيب لنا جملتين بالامتحان ويقول لنا اربطها هاي الجملتين باستعمال both وand. على سبيل المثال علي plays tennis، نور plays tennis. طيب انا شلون اربط؟ راح اخلي both، جيد، زائدا فاعل الجملة الأولى، زائدا الجملة الثانية، العفو زائدا and، زائدا الجملة الثانية. دقيقة أستاذ، خلينا نجربها. قلت لنا أنزل البوث زائدا الفاعل مالت الجملة الأولى من هو؟ علي، زائدا أنت، زائدا الجملة الثانية، يعني كلها، اي كلها نزل الجملة الثانية كلها، تمام. الخطوة الأولى، هاي الخطوة الأولى. ثانيا تقلب، من هي تقلب أستاذ؟ من هي اللي تقلب؟ تقلب الإز والآم يصيرن آر، ما عدنا الواز تصير وير، ما عدنا الهاز تصير هاف، ما عدنا، ما عدنا، لا ما عدنا. وإذا هذا الحكي كله ما عدنا، بس لازم نبدل أو، لا ما هي شيء راح يصير خربطة، إيه أو تحذف الأس من الفعل. وإذا ما عدنا خلاص عيفة شاشس اللازقة هي. نجي هنا عدنا إز وآم حتى نقلبها إلى آر، عدنا واز حتى نقلبها إلى وير، عدنا هاز حتى نقلبها إلى هاف، عدنا بالفعل أس، عدنا بالفعل. إذا نحذف بس الأس، نحذف الأس من الفعل. عيدها أستاذ، عيدها، عيدها. عليكم السلام. عيدها أستاذ شوي، عيدها ما فهمنا. يابا مو تدلل، غالي والطلب رخيص. يقول سامي، شو بي سامي؟ سامي is funny. علي is funny. قال لي انا اخذنا علمه نو سلمى هدى بوب is funny. قال لي اربط ليها باستعمال both and. نجي نطبق القاعدة. اول مرة شن خلي؟ both. ثانيا شن خلي؟ سامي. بصفها شن خلي؟
أنت صفا شو نسوي؟ أنزل الجملة الثانية. الدور نحذف عندنا إز. إيه عفوا نقلب عندنا إز. الإز الصير آر. طخت. متأكدين؟ إذا متأكدين حلوا لي هاي الجملة. هدى has got brothers. نور has got brothers. يلا اربط لي اياها باستعمال both and. اي ورق خارجية هيك شان ما شان نشوف. خلاص الوقت شنو هاي يلا راح كمل. ها بشرو اولا خلي بوث بصفها هدى بصفها انت بصفها انزل الجملة الثانية تحويلات لقينا هاز الصير هاف ها مش عدنا هاز بالبداية شو سوي بي أنا الجملة الأولى أخذ منها بس الفاعل أي شو شو الفاعل كي دي ربعكم